اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا الاخوان دائما حاضرين متواجدين سوق بكرنا، سوق تطوان، كما وعدناكم الاخوان، يعني كل نهار ان شاء الله كل فيديو نحطوا معكم فيديو خاص بكساب او بيع وشراي من المنطقه. تحياتي لجميع الاخوان. صباح حطينا فيديو كساب من نواحي ديال مريرت. هنا الاخوان متواجدين هنا مع الاخ عصام. اخ عصام الاخوان هنا تبارك الله عنده المليح، اللهم بارك. صراحه الاخوان المليح تبارك الله بثمن. اللهم يسر. هنا الاخوان واخا ما يعطينا شويه وقته، حنا نصورو السلعه. الشاري تبارك الله راه موجود، اللهم يسر. الشاري تيقلب على المليح. غادي نشوفو نصورو معاه. بلا فضه ما تمك وتصنت، غير تصنت بلا الدار. والله الا تياكل ثلاثه الخطرات هنا بلا الدار. هما الدار راه شاو وصل عندنا على الكلمه. ها وصل عندنا الشكاره ديال السكالين 5500. هذا الاخ عصام الاخوان كساب من تيم من ازرق. اللهم يسر. الدار هنا وصل 25000. 50 كيلو ولا 40 كيلو؟ 50 كيلو فيها 50 كيلو. 40 كيلو 40 كيلو 40 كيلو. حنا راه الشكاره فيها سيدي 100 كيلو ب 5500. انت قول له احسن وانا قول له احسن. هذا راه تيتفاهموا معاه. والله احسن الاول. شحال هذا الاول؟ والله احسن الاول جامد. بلا ما نخرج. 320 3200 درهم اللي قال لهم هذا الاخوان. اللهم يسر. الاخوان بغاو يختاروا الجويجات. قطع لهم 300. يعني رجال الصراحة صافي، يعني راه شاري. من خوا الإخوان القيطان دابا غادي نشوفو مع السي عصام. السلاعية هادي تبارك الله. كاين مليح تبارك الله. عطاه 240. ايه تبارك الله المليح. تبارك الله. اللهم اللهم مليح تبارك الله. اللهم بارك. تبارك الله. سن سنة اخو عصام كاملة. وريني نشوف، وريني نشوف. الكبير فيهم غير سنان الحليب. تبارك الله سنان الحليب. شوف لي هذا، شوف لي هذا. هذا الى لقى الكبير لقى واحد ولا جوج كلها سنان الحليب. يا اختي كوبا عصام المليح تبارك الله. كبرتوا بالناس الشمال. تحياتي لكم. تحياتي الاخ عصام تبارك الله. هنا راك في القرنة. القرنة ديال تطوان. تواجدوا القرنة ديال تطوان. اللهم يسر. صراحة الإخوان المليح عند السي عصام. تحياتي للجميع. هذا أخي عصام بلدية سلعة بلدية مليحة. هذا ولا هذا؟ سنة الحليب تبارك الله. الوزن تقريبا أخي عصام شحال تكون فيه في الوزن؟ الوزن العول على 35 38 كيلو. واقف صافيه غير لحم. لا حنا تنقولوا واقف واقف كامل. راه كاينه حتى 50 كيلو 55. 55 كيلو الفوق تبارك الله. المرقد ديال هذه اخو عصام
هذه تيم حضيت. تيم حضيت سولا لا تيم حضيت، تيم حضيت بلديه مليحه اللهم بارك. الله يسخر خويا عصام، تحياتي لك خويا عصام. سير خويا عصام عطيني النمره. 06 18 03 97 27. الله يسخر الناس الشمال، مرحبا والف مرحبا. ياك وعليكم السلام حبيبي، كيف هذا راجل؟ صحيح اه كلشي بخير؟ بخير بخير اللهم يسر. هنا الاخوان اخي عصام راه عطى النميرة تليفون، يعني الناس ديال الشمال مرحبا، بغاو يجيو الكوري هنايا عنده مرحبا، كاين هنايا في الباب اللهم يسر. هنا غادي الباب هو هذا الاخوان، راه قريب الباب، تحياتي للجميع اللهم يسر. كما وعدناكم الاخوان فلوق خفيف ظريف من عند احد الكسابة من ازرو، يعني الاخ عصام راه هو بيع وشراي وكساب تبارك الله اللهم يسر. بالنسبة للناس اللي تفرجوا معنا في هذا الفلوق الاخوان ما ينساوش يخليو لنا البصمة ديالهم، تحياتي للجميع. هنا الاخوان حتى اللي ما جاوبش على لي كومونتير سمحوا لنا هذاك الوقت، حتى حنا راه عندنا سلعتنا تنبيعوها هنا اللهم يسر. الله يسخر الجميع، ما تنساوش تابوناو معنا. الناس اللي تفرج اول مره تفعل في القناه، تحياتي للجميع. شكرا اخويا عصام على خطاك، الله يرحم الوالدين الله يحفظك. وليا ما قلتيناش، ما قلتيناش الاثمنه هنا ما بيناش 320 310 حتى 290، من 290 حتى 320. الله يسهل الامور اللهم يسر. الله يسخر السلعه اللي عند الاخوان هي كامله تقريبا سنة الحبيب. هم الاخوان وصلنا لنهاية الفيديو، موعدنا ان شاء الله غدا الصباح فيديو اخر عاوتاني مع كساب اخر، وتحياتي لجميع الاخوان اللهم يسر. ما تنساوش الاخوان تفعلوا معنا في القناه، دعموا اخوكم اللهم يسر، تحياتي للجميع.